السلام عليكم ومرحبا بكم في انا طبخ ليلى. ان شاء الله اليوم الوصفه اللي غادي نقدم لكم اللي هي فطائر بدون فرن، كتجي لذيذه بزاف، مكوناتها بزاف. كنتمنى ان الوصفه ديالنا ديال اليوم تنال اعجابكم وتجربوها. ما تنساوش تشاركوا في القناه وكذلك تضغطوا على الجرس باش دائما توصلوا بالجديد. بالنسبه للتطبيقات ديالكم البنات ممكن تصيفطوهم ليا في الانستغرام اللي هو طبخ ليلى. وبلا ما نطول عليكم، فرجه ممتعه. ندوزو للحشوة. هنا انا الحشوة راني وجدتها، حطيت هنا في هاد الطحانة هادي كهربائية، طحنت بصلة كبيرة يعني خصهم يكونوا رعاع. هنا طحنت جوج خيزوات صغار اولا وحدة كبيرة، جوج قرعة خضراء حتى هما طحنتهم، وهنا عندي علبة ديال الشامبينيو تاهي طحنتها باش تولي رقيقة، وعندي فلفلة، نص فلفلة حمراء ونص فلفلة صفراء، كلشي طحنتو. التوابل غادي نحتاج فيهم خرقوم بلدي، البزار، سكنجبير، الملحه وشويه ديال التحميره وشويه ديال السودانيه اختياريه، وغادي نحتاج شويه ديال الزعتر وبودره الثومه. ديت كاس المعلة درتها فوق العافيه، غادي ندير زيت الزيتون غادي نزيد شويه الملحه خليوها تشحر واحد شويه. ما تشحرات البصله، هنا عندي الصدر ديال الدجاج اللي حتى هو طحنته، نزيد عليه بودره الثومه اولا فص ديال الثومه اللي عندكم. صافي دابا غادي نضيف التوابل، نعصر فيه شويه، غادي نضيف شويه ديال الزعتر بيضا. الا ما كيعجبكمش الزعتر ديروا اصبر ومعدنوس. غادي ندير معلقه صغيره ديال التحميره، شويه ديال السودانيه اختياريه، خرقوم بلدي، بزار، سكنجبير، صافي. غادي نخلط كلشي مزيان وغادي نضيف الخضر كلهم في مرة واحدة. لي ذكرت عندي خيزو، فلفلة حمراء وصفراء، وعندي قرعة خضراء وشامبينيو اختياري اللي نتوما ممكن ديروا الخضر اللي كتعجبكم. صافي دابا هاي الحشوة ديالنا تقريبا قربت توجد، غادي نحرك حتى كطيب الخضر يطيبوا شوية ونطفي عليهم. ما طابت الحشوة زدت ليها ربعة ديال الفرماجات وغادي نطفي ونحرك حتى كيدوب. ندوز نوجد الكريب، غادي نعبر بعدا 250 غرام ديال الدقيق، هنا برص الدقيق، غادي ناخذ واحد الخلاط الكهربائي، غادي ندير فيه ثلاثه البيضات صغار اولا جوج كبار، نزيد شويه البزار وشويه الملح، نص سطرو ديال الماء. انا هاد الكريب المالح كنديرو غير بالماء، وغادي نطحن كلشي مزيان في الاول. غادي نخليها كطحن وغادي نبدا نضيف بالمعلقه
دقيق بشويه بشويه حتى كنكمل كل شيء. في نفس الوقت الماكينه نخليوها خدامه. غادي نزيد واحد ملعقه كبيره ديال الزيت العادي ونطحن كل شيء مزيان. بعد ما طيبت الكريب كامل غادي ناخذ وحده بحال هكا كيف شفتو ما حمرتوش بزاف حيت مازال غادي نطيبو. كناخذ النص ديالها غادي نقطعها بحال الطريقه. ها انتما تتولي محلوله. غادي ناخذ شويه من الحشوه وغادي نشكل على شكل مثلث. حاولوا وغادي نطويو بهذه الطريقة. نحاولوا نعدو المثلث ديالنا ندفعو في نفس الوقت الحشوة لداخل وغادي ندور. طريقة سهلة بزاف. هنا كنشدو هاد الشناب هادو كنضغطو عليهم بحال هكا كنسدوهم وصافي. ها هي كيكون الشكل ديالها بحال هكا. غادي نعاود معكم وحده اخرى